شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة إيفا فارم للصناعات الدوائية وشركة إيلي ليلي العالمية للأدوية. وتستهدف الاتفاقية التعاون في مجال توطين صناعة الأدوية البيولوجية لمرضى السكري في مصر والاستدامة إمدادات الأنسولين للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وعلى هامش التوقيع قال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي بهاء الدين زيدان إن الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعة الطبية وتشجيع الاستثمارات وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن الهيئة المصرية للشراء الموحد تلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمارات في القطاع الطبي. Yeah.